السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هو. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المشاهدين، أترككم مع شرح قصير لأنه مهم وهو متعلق بهذا الفيديو. ستجدون أسفل هذا الفيديو رابط، اضغطوا عليه يأتي لكم هذا الموقع، موقع مانشستر سيتي الرسمي، وهو حسابه الرسمي لهذا النادي. تفتح حساب عادي مثل ما تفتحون في حسابات على الفيسبوك، يعني تأتي هنا تضغط على الجيميل، تأتي لك يعني خيارات الجيميل التي تريد فتح هذا يعني الموقع، وهنا تأتي لك واجهة فيها هل تريد أن تتلقى إشعارات يعني عن مانشستر سيتي، عن نادي مانشستر سيتي. لك حرية الاختيار يس اور نو، وطبعا في الأسفل هنالك زر أزرق اضغط عليه لتعمل سوبمايل أو انتقال. طبعا كما تشاهدون هنا تأتي لك واجهة لمل بياناتك الشخصية، منها الاسم، اللقب، بيرثداي، يعني كل هذه الأشياء التي لا تعنينا. وطبعا أعزائي المشاهدين، يعني إما أحببتم أن تفعلوها وتملؤوها أو لكم حرية يعني ألا تعملوها. وطبعا أعزائي المشاهدين هناك سكيب ذيس ستيب هنا في الأعلى لكي تمر مباشرة بدون أن تملؤوا بياناتكم الشخصية. هنا تأتي لك قائمة اللاعبين الذين سجلون أهداف هذا الموسم على نادي مانشستر سيتي، هذا الشهر عفوا. وطبعا فلنختار رياض محرز هنا في الأسفل كله بهدفه ضد تشيلسي. وطبعا أعزائي المشاهدين رياض محرز لحد الآن متصدر القائمة بأعلى تنقيط. نتمنى منكم أعزائي المشاهدين الهجوم على هذا الفيديو والهجوم ونشر هذا الفيديو مع أصدقائكم صراحة، والهجوم للتصويت لرياض محرز لنسكت بيب جوارديولا ونبرهن له أن رياض محرز الأفضل. طبعا أعزائي المشاهدين، من المعروف أن النجم الدولي رياض محرز مرشح لجائزة جديدة في نادي مانشستر سيتي، وكشف الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي عن الأهداف المرشحة لجائزة هدف الشهر في الفريق. وطبعا أعزائي المشاهدين كما شرحت لكم في بداية الفيديو كيفية التصويت، أتمنى منكم جميعا أن تصوتوا لنجمنا الدولي الجزائري رياض محرز. وطبعا تم ترشيح هدف النجم الدولي الجزائري رياض محرز العالمي أمام تشيلسي حينما تفنن في مراوغة المدافعين قبل أن يسكن الكرة في شباك يعني حراسة مرمى نادي تشيلسي. طبعا كان هدف كبير وأخذ إشادة من الصحافة الإنجليزية لأيام عديدة. كما أن هدف رياض محرز ثمين للغاية لأنه كان أمام خصم عنيد وهو هدف الفوز لأشبال بيب غوارديولا، لهذا الشيء جعله يعني يتنافس على هذا اللقب. وطبعا ينافس محرز كل من كيل والكر وكيفن دي بروين وأدريان برنابي ورحيم ستيرلينج، بالإضافة إلى هدف فريق مانشستر سيتي للسيدات. طبعا كما شاهدتم اعزائي المشاهدين، اتمنى منكم جميعا الذهاب يعني مثل ما اريتكم في طريقه التسجيل في ذلك الموقع، موقع نادي مانشستر سيتي، وايضا ان تصوتوا لابن بلدنا الذي يتركز على راس القائمه في ذلك الترتيب. نتمنى اعزائي المشاهدين ان يكون هجوم كبير على هذا الموقع لكي يعني تضعوا جميع استفساءاتكم وجميع يعني تصويتاتكم على الفوز للنجم الدولي الجزائري رياض محرز، لكي تصل رسالتنا نحن كشعب جزائري اننا نريد رياض محرز دائما في القمه. طبعا اعزائي المشاهدين كان هذا الفيديو اليوم، لا تنسوا دعمنا بلايك، اشتركوا في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ونلتقي انا واياكم في فيديوهات جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.